من اقتصاد اليوم صباح الخير. عم بيشهد لبنان أزمة اقتصادية سياسية مالية واجتماعية ظهرت بوضوح من بداية ثورة 17 تشرين وتفاقمت بعد جائحة كورونا وانفجار بيروت اللي كانت ضربة القاضية على الاقتصاد. فمعدلات الفقر والجوع والبطالة وصلت لمستويات قياسية، وبسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة قامت العديد من الشركات بتسريح موظفيها بشكل مفاجئ ومن دون أي إنذار سابق، بينما لجأت بعض الشركات والمؤسسات بحسم نسب توصل ل 70% من الرواتب تفادياً لطردهم بالكامل والإقفال التام. حتى هنالك بعض الشركات اللي قامت بإرغام موظفيها على أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر. كل هيدا أكيد مع إلغاء المكافآت والامتيازات اللي كانت تعطى واحتساب الرواتب على سعر الصرف الرسمي 1515 بالوقت اللي وصل سعر صرف الليرة بالسوق السوداء لأكثر من 7000 ليرة للدولار، وحتى لو كانت العقود بين الشركات والموظفين بالدولار. وكانت الحجة عدم توفره بالبلد واستغلال تمسك اللبنانيين بعملهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كل هالعوامل أدت لارتفاع كبير بمعدلات البطالة، الفقر والجوع. كيف بيتم تصنيف البطالة؟ البطالة هي التوقف الإجباري لجزء من القوى العاملة عن العمل والإنتاج بالرغم من قدرتها ورغبتها بذلك. لا يحتسب التلاميذ، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، المتقاعدين والمسنين، أصحاب العمل المؤقت ومن هم بغنى عن العمل. واستناداً على إحصاء قامت فيه إدارة الإحصاء المركز بعام 2019 وممول بالكامل من مفوضيات الاتحاد الأوروبي بلبنان وبمساعدة فنية من قبل منظمة العمل الدولية وبناء على مسح بين نيسان 2018 وأدار 2019 متخصص حول القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر بلبنان، ظهرت الأرقام التالية. نسبة البطالة بلبنان 11.4%، أدنى مستوى سجل بقضاء المتن ب 7.1%، بينما بلغ الذروة بقضاء المنية الدنية بنسبة 17.8%، بينما سجل ببيروت 11.6%. طبعا الأرقام ارتفعت جدا بعام 2020، فاستطلاعات دولية نشرت معلومات بتفيد أنه بالأشهر القليلة يلي سبقت ثورة تشرين وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 350 ألف شخص، أي 25% من حجم القوى العاملة. وبعد تفشي وباء الكورونا ارتفع العدد إلى 430 ألف، أي بنسبة 32%. عدة أمور وعوامل عم بتشكل خطر على الاستقرار الاقتصادي بلبنان ورح تؤدي لارتفاع مستويات البطالة يلي حسب استطلاعات الدولية للمعلومات رح توصل لل 65%، أي أكثر من مليون عاطل عن العمل. فبحال عدم وجود أي حلول قريبة هنالك عدة احتمالات. أول احتمال صرف نحو 10 ل 15000 أستاذ وموظف من المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي على تسديد الأقساط. الاحتمال الثاني إقفال عدد من المطاعم والمؤسسات السياحية لعدم إمكانيتها تحمل النفقات الكبرى وتراجع المداخيل. هذا الأمر قد يصيب 50000 عامل. الاحتمال الثالث إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة المتعلقة بالألبسة والأحذية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية، الأمر يلي رح يؤدي لصرف 20 ل 25000 عامل. الاحتمال الرابع انخفاض مستويات الهجرة والسفر، فبيرتفع العدد ب 50 ل 60000 أغلبيتهم من المتخرجين الجامعيين الجدد. الاحتمال الخامس رجوع نحو 200 ألف لبناني للبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية بهالبلدان. الاحتمال السادس صرف نحو 100 ل 150 ألف شخص من قطاعات منوعة أبرزها قطاع البناء، الإعلام، الصحافة والمصارف. المجتمع الدولي حاول عدة مرات مساعدة لبنان بملف البطالة، لكن الوزارات اللبنانية ما تصرفت وأهملت هذه المبادرات. وبالرغم من هالأمر، وبعشرة أيلول قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل اللبنانية
من أجل مساعدة لبنان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ناحية توفير فرص عمل وتعزيز مهارات موظفي وزارة العمل وتوفير كل الأبحاث والدراسات والبرامج والتدريبات يلي بتسهل بلوغ هيدي الأهداف. وعرضت الأمينة التنفيذية للأسكوار ولادوشتي المشاكل يلي عم بيعاني منها سوق العمل، فأكثر من 370 ألف شخص خسروا وظائفهم من بداية تشرين الأول لليوم، بالإضافة ل 130 ألف شخص آخر بسبب كورونا. من ناحية أخرى، أكدت وزيرة العمل لميا يمين على سعي الأسكوا بدعم خطط الوزارة مثل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل لتأمين عمل لائق بالتعاون مع المجتمع الدولي، تنظيم ورشتي عمل لإظهار الدور يلي بتأدي التكنولوجيا الرقمية والاتصالات بالتوظيف وبخلق فرص للشباب والنساء، تعزيز قدرات العاملين بوزارة العمل وتقييم أداء الوزارة وبناء مهارات موظفية وتوفير أدوات علمية لتقييم الإنتاجية بالمؤسسات. بغياب إحصاءات واضحة ودقيقة لعام 2020 ومع توقع وصول عدد العاطلين عن العمل لمليون شخص، نستنظر زيادة كبيرة بعدد الفقراء وتآكل الطبقة الوسطى يلي هي أمام خيارات صعبة أبرز البقاء بلبنان والتأقلم مع نمط حياة جديد وواقع اقتصادي واجتماعي مختلف.